السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قاد الدول الجزائر يوسف بلايلي فريقه أجاكسيو الفرنسي لتحقيق فوز مهم على ضيفه نادي طروا لحساب الجولة 25 من الدوري الفرنسي الليك آ. وكان بلايلي رجل المباراة وعرف كيف يرد على الثقة التي وضعها فيه مدربه، فعندما قرر المدرب تغيير بلايلي عند حلول الدقيقة 62 من عمر المباراة حصل فريق أجاكسيو على ضربة جزاء، فاستأذن من مدربه لتنفيذها ثم سجلها مدركا التعادل لفريقه بعدما كان طروا متقدما في النتيجة. وعندما تم تنفيذ ركلة الجزاء بطريقة رائعة طلب بلايلي من مدربه الاستمرار في اللعب لبضع دقائق أخرى، فكان له ما أراد. ولم تمضي بعدها سوى 6 دقائق ليسهم بلايلي في تسجيل فريقه هدف الفوز عند الدقيقة 68، بعدما أن قدم تمريرة مفتاحية حاسمة جاء على إثرها الهدف الثاني، وبات بلايلي أهم لاعب فريقه أجاكسيو في الأخير. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.